يتذكرون ايضا اللقاء الذي جمع يطوف في الكرة الماضية رائد ابراهيم يترجم تلك الخطوط ويترجم تلك العبارات اي المدرب ومن اجل ذلك يغيب سبعة من اللاعبين عن صفوف فجأة نجومهم تغيب ولكن دكتهم حاضرة لان تتواجد وتعطي الافضلية لصالح فجأة من هذا اللقاء فهل يحصلون على الهدف الثاني هنا تمريرة بالرأس الله على الكرة الماضية محمد مبارك هدف في المرمى يا الله سيستيه نعم هكذا ينجح الاسمراني هكذا الافضلية لصالح فجأة هكذا بهدفين ينعش فنجا امالا في العوده للصداره ويسعد الجمهور الذي يحتفي هناك على المدرجات بهدفها يسرى قويه بالنسبه لفنجا خصوصا في الجانب الهجومي والجهه اليمنى معززه برائد ابراهيم الذي يتحرك الان في الجهه اليمنى رائد ابراهيم للبرازيل يا الله البرازيلي من صنع الهدفين الان يتجه لإحراز الثالث قد أتى أخيرا هل نشاهد غلة تهديفية أكبر من خلال الوقت القادم هنا سعد السيل والتمريرة الرائعة لرائد إبراهيم الذي لم يكن أنانيا بتاتا كان بالإمكان تسديدها إلى المرمى ولكن يفضلها أن تمريرة تكون للبرازيلي الذي يفضلون إهداءه لأن يسجل هدفا ثالثا بعد الخطوط الخلفية بعد أن ذاقوا الثلاثة لا يتمنون أن يكون نصيبهم الرابع في الوقت القادم محاولة الآن لصالح فنجة أمام المرمى محمد المعشري يحاول أن يمر الآن عن طريق العمق الأطراف دائما خالية أطراف ضعيفة لصالح مديس تكون يتمكن من خلالها فنجة أن يمر هنا التسديد لا هذه كبيرة لا هذه كبيرة يا مديس هذه من أصعبها سيسيه يعود وأيضا ثغرة سيسيه لا يمازح أمام المرمى سيسيه استعداد عادي لهذه المباراة